خصوصا حضرتك. عايزين نقدم شكوى. شكوى في مين؟ النقيب حسام حمادة عزه في أمن الدولة. طيب اسم حضرتك؟ أنا حمادة عزه أبوه. إيه ده بس يا حمادة بيه؟ واضح إنكم منفعلين جدا. لازم يحاسب ويدفع تمن اللي عمله. البلد ما هي السايبة يا سيادة اللواء. إحنا عايشين فين هنا؟ يعني إيه يجوا ياخدوا جوز الفجر من غير ما يعمل أي حاجة؟ مش بتقولوا في حرية وديمقراطية؟ هي فين بقى الحرية دي؟ إيه دي يا مدام داليا؟ ما هو لولا الحرية دي موجودة ما كانش زمانك هنا بتشتكي أخوكي وإحنا قاعدين بنبحث الشكوى بتاعتك. ودي مش أول مرة يعمل كده. كل ما بيشوفني يتهجم عليا. أنا أبوه ولد أخلاقه زي الزفت. سعادتك راح يخطب بنت مساعد وزير الداخلية رفضوه لسوء أخلاقه دي، وفي الآخر بيحملني أنا مسؤولية رفض سيادة اللواء ليه، مع أن سيادة اللواء ده صاحبي وحبيبي وحضر فرح بنتي. حضر فرحك ولا لا يا داليا؟ لو سمحت يا حمادة بيه ما تخرجش عن الموضوع. أنتوا جايين تقدموا شكوى، لازم تكتبولي الشكوى دي رسمي دلوقتي، وأنا هتاخذ الإجراءات القانونية. وآدي ورقة وآدي قلم. سيد مدير دولة التفتيش، اكتب انه بيسيء معاملة ابوه وبيعلي صوته عليا. ابعت اشارة لاستدعاء النقيب حسام حمادة عزه. هو هيجي هنا؟ لا ما ينفعش، انا ما اضمنش اعصابي بعد العملة السودة اللي عملها دي. خلاص بقى يا حمادة بيه، انت تكتب الشكوى وتتكل على الله وتسيب الباقي علينا. اتفضلوا. وشادي؟ ان شاء الله لو معلوش حاجة النهاردة هيكون بيفطر معاكي. صباح الخير يا حسام بيه. صباح الفل يا محسن بيه. انا بقى يا سيدي افطاري النهاردة عندك. يا عم انا تحت امرك. لا يا سيدي ده بالامر، ومش اي افطار، جمبري وسيمون في مي وفي اكبر فنادق البلد، يعني باختصار كده حاجة بتاعت حسبة 2000 3000 جنيه. يا خبر ابيض، وليه خراب البيوت ده على الصبح؟ لاني جايب لك خبر بمليون جنيه، بس ما تنساش حبايبك بقى. خبر ايه؟ القيادة يا سيدي مرشحاك تمسك رئيس قسم التحريات، والقرار هيتمضي بكرة. مش ممكن، انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد، دي حاجة ما ياخدهاش اقل من مقدم، ومقدم قديم كمان. واضح يا سيدي ان الوسام عمل لك شغل ورفعك قوي. انا مش عارف اقولك ايه الصراحة. جمبري وسيمون في مين؟ واستاكوزا كمان لو حبيت. ادخل. مندوب جاي قبل سيادة الفندم بره. مندوب منين؟ خليه يدخل. اتفضل. عبد الحميد سعد من إدارة التفتيش والرقابة. خير. الإشارة دي عشان سعادتك. إيه علاقتك بشادي عبد الحميد رضوان؟ ده يبقى جوز أختي يا فندم. شادي محجوز دلوقتي بقاله أسبوع في إدارة الأموال العامة. عندك فكرة عن الحكاية دي؟ أيوة فندم. هو معليك أساسا كان عليه سابق تزوير، واتمسك قبل كده واتسجن ونفذ الحكم، وأكيد هم بعتنوا اشتباه. هل صحيح الإجراءات دي تمت بناء على توصية منك؟ رد يا حضرة الضابط. أيوة فندم. الإجراء ده غير قانوني وفي إساءة لاستخدام نفوذك واستغلال سلطتك. أيوة فندم. انت كده دخلت المسائل الشخصيه في العمل. فعلا يا فندم، دي مساله شخصيه، وانا معترف اني عملت كده ومتحمل المسؤوليه كامله. بس انا عاوز سيادتك تعرف اني حذرته اكتر من مره انه يتصل باختي او يحاول انه يقرب منها. واد مجرم واتجوز اختي غصب عني يا فندم. لو سيادتك مكاني كنت هتعمل ايه؟ اختك دي قاصر؟ لا يا فندم. والضابط اللي انت وصيته باستخدام العنف مع شهادي اسمه ايه؟ فندم انا قلت لسيادتك قبل كده اني متحمل المسؤوليه كامله. الضابط ده ملوش اي ذنب. انا تقدمت له بلاغ رسمي في شادي بتهمه فيه انه بيقوم بعمليات تزوير وتزييف، وان ده يضر بسمعتي كضابط، والضابط عمل اللي عليه في حدود القانون. وانا فندم أنا بعترف إن أنا مخطئ
مستعد لأي جزاء. إيقاف عن العمل لمدة شهر قابل للتجديد مع وقف الترقية. اتفضل. بأذن سيادتك فن، ممكن أعرف مين اللي قدم الشكوى ضدي؟ أبوك وأختك يا حضرة الضابط. بسم الله الرحمن الرحيم. عند الله يا شادي. الحمد لله على السلامة يا شادي. الله يسلمك. ازيك يا شادي؟ انت كويس يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. انا مش مصدق اني رجعت ومش عارف جيت هنا ازاي. فجأة كده خدوني ووصلوني لغاية هنا بالعربية. انا اللي طلعتك يا قلق. وحشتوني بجد، وحشتوني كلكم. طب يلا بقى عشان تاكل. ما تلاقيه واكل ضرب لما شافعاك. لا والله يا حمادة بيه، هم كام زغد وخلاص يعني. تعرف يا شادي، التجربة اللي انت مريت بيها دي هتخليك تبدع كفنان. تعال ما فيش فنان في الدنيا يبدع بجد غير لو مر بتجربة حقيقية. لو عايز ترجع تاني اكلمهم لك. لا انا في عرضك الله يخليك. حرام عليك يا حمادة. انتظروا شادي ده في اروع اعماله الفنية هتشوفوا. اصل النقلة كانت كبيرة قوي من باريس على التخشيب يا عدل. لازم مخه يضرب ويبقى فنان ضارب. ولا نقلة ولا حاجة يا حمادة بيه. طب ده احنا واحنا داخلين على مطار اورلي في باريس حصل معانا اكتر من كده. قلعونا الجزم وبهدلونا ومرمطونا اخر مرمطة. يعني هي هي، بس بقى الفرق بين هنا وهناك ان هناك المخبرين بيتكلموا فرنساوي، لكن هنا المخبرين ما بيتكلموش خالص. يرزعوا بقى.